اسكندريه بتاع زمان خلاص غرقت، اهلها غرقوها. قعدت احل مشاكل الناس العائليه وانا مقصر في رعايه امي اقرب الناس ليا، لكن عشان انا كنت تاجر شاطر بضعه في لاقي اللي يشتريها. يا استاذ انت مش حاسس باي اب واي ام عندهم طفل عنده توحد بتبقى حالتهم عامله ازاي؟ ماما هتنط في الموضوع، يبقى لازم اطلع واقف على رجلي، وان خرجت منه متكسح يبقى هنط كل اللي حواليا. معيش بطاقه بس معايا كارنيه نادي في القضاء، ينفع؟ ممكن نجرع الاسم من سكات؟ ممكن بالراحه لو سمحت، انت بتعملنا كده ليه؟ انت فوق القانون يا دي يا ابني الكلب. العفو يا باشا، بس انا برضه حبيبك. بلدتي فيها قانون وصراحة حضني يكون احنا هنا باش. طب ما لو صبتت عليه انا اوعدك بشرفي انا اروح اجيبه بنفسي وخليه ياخد جزاءه. حكومة ايه دي اللي فيها ضابط شرطة بيراقب رئيس نيابة؟ اللي حل الموضوع هو البنت السفيرة الكاسية العرية اللي طلع ترجل مني ومنك. طلع مسلم ولا نسيحي؟ هيدا مشكلتنا مش شرف، ما بنعرف نحط حدود بعلاقتنا الانسانية. يا ريت يفهمونا غلط، انا نفسي حد يفهمني غلط. يا ترى انت اتجوزتي قبل كده؟ 3 مرات. عرفي اسلوبك مش عاجبني، بس اللي عاجبني مش عارف امسك عليك حاجه. ابويا راح اتجوز وعاش حياته، وانت وجوزك كل همه انكم تخرجوا امكم الشقه. ربنا خلقنا مختلفين عشان كل واحد يبقى له دور يعمله في الدنيا، لكن ما خلقش الاختلاف ده عشان يبقى سبب بالظبط.